اهلا وسهلا، مساء الخير احمد. خير فل. معاكو محمد الخطيب، انا مسؤول عن البلوك بتاعت السب مونيتور، ومن ضمن الحاجات اللي يعني بحبها في المجال بتاعنا بتاع النقل الحضري انه في اصوات مختلفة ووجهات نظر مختلفة. والنهارده حبيت انه يكون معانا باحث زميل وصديق ليه خبرة في مجال النقل الحضري، وخصوص بالذات العجل، وبالعجل هي او الدراجات هي وسيله من وسائل النقل المستدام في اي حته في العالم، ولكن في مصر بالذات مع الوقت بيزداد عدد بيستخدموا الدراجات، وكمان بقى فيه اهتمام اكتر بالمشاريع اللي ليها علاقه بالبنيه التحتيه في الدراجات في مصر. فالنهارده حبيت استضيف صديقي والزميل الباحث احمد طارق الاحول، وهو كان مؤسس سابق لتبديل، وهو عضو في وصلة، المؤسس وانت برضو زميلي في الجامعة في فرايبورغ، صح؟ احنا الاثنين بنشتغل في الجامعة اه، بالظبط. بس مش نفس القسم يعني، انت مدير لك غير مديري، بس حلو جميل. طيب النهارده احنا كنا حنك... آه انت كنت عايز تتكلم في كذا نقطة ليها علاقة بالدرجات، فحبدأ احب ابدأ اسألك بموضوع الاماكن وتوزيع المشاريع اللي اتعملت في مصر حتى الآن. جميل، هو اللي شدنا الموضوع ان احنا نشوف البنية التحتية للدرجات، ان الفترة اللي فاتت لاخر 10 سنين كان في مشاريع كتير اتعملت. احنا رصدنا اكتر من 20 مشروع في اماكن مختلفة في مصر، والفكرة انه المشاريع دي اللي هي تعتبر اول جيل ممكن من المشاريع، في حاجات كتير ممكن نتعلمها منها، سواء النجاحات او التحديات او فمفيد إن إحنا في المرحلة اللي جاية نشوف إيه اللي حصل ونتعلم منه. يعني المشاريع دي هما حوالي مثلا 23 إحنا رصدناهم، أغلبيتهم في القاهرة، يعني زي ما ظاهر إنه منهم حوالي 12 مشروع في القاهرة، تمام. والباقيين في منهم في وجه قبل 2 واثنين في البحر الأحمر وهكذا. المشاريع كمان في عدد كبير منها بالذات اللي في القاهرة موجودة في مدن جديدة، مش موجودة في قلب المدينة. المدن التانية الغير القاهرة اللي في كتير من المشاريع دي موجودة في حتت زي وسط البلد، في سوهاج وفي الفيوم وهكذا. طيب، هي ايه اسباب ان الحاجات دي منتشرة اكتر في المدن الجديدة عن الاماكن القائمة زي وسط البلد، او يعني وسط البلد فيها كاكسبشن، بس يعني في اماكن كتيرة في مصر موجودة وفيها كثافة عالية؟ دي حاجة يعني بالتالي ان هي ليها اكتر من سبب. سبب منهم انه المشاريع اللي احنا شفناها في المدن الجديدة هي في الحقيقة المشاريع اللي متمولة من القطاع العام. معظم المشاريع اللي موجودة جوه المدينة هي ممولها في الاغلب NGO، أو وهو شغل مفيد يعني اللي اشتغلوا عليه منظمات زي اليون هابيتات واليو ان دي بي وكذا. الفكرة انه أجهزة المدن الجديدة تقدر انها تمول المشاريع دي، لان هي عندها الموارد اللي مش موجودة عند المحافظات، وفي نفس الوقت انه هيئة تنمية المجتمعات العمرانية الجديدة كانت طلعت توجيه للأجهزة إن في مرحلة ما إن هم يعملوا حارات عجل في اوكي، المدن، وده حاجة اللي خلت كذا جهاز مدينة يعمل ده. يعني كان في توجيه مركزي من هيئة التعمير العمران، هيئة التعمير في المدن الجديدة او حاجة زي كده، صح؟ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالظبط، هيئة اه المجتمعات العمرانية الجديدة. بالظبط. اه وفي نفس الوقت الأجهزة دي معاها فلوس، لأن هي الهيئة بتقدر إنها تمول نفسها بمواردها الخاصة، ما بتاخدش تمويل تمام، من انا الحكومة. هقطعك بس حاجة بسيطة، انت عارف شرح بسيط انه المحافظات في مصر رغم ان المدن الجديده سياسيا قد تتبع للمحافظه، يعني الشروق موجوده في محافظه القاهره، ولو بعت جواب لحد في الشروق هتكتب الشروق القاهره، ولكن الخطوط اللي ليها علاقه بالتنظيم والاداره، مدينه الشروق مثلا ومدينه بدر والمدن الجديده
لها إدارة خاصة بيها بيتم إدارتها من هيئة اسمها هيئة المجتمعات العمرانية، بينما مثلا حي زي مصر الجديدة أو وسط البلد أو المقطم أو المعادي، لأنها كانت قائمة من قبل ما اتعملت الهيئة الجديدة دي، فهي تقع مباشرة تحت إدارة محافظ القاهرة والأحياء المختلفة، يعني مثلا في حي مصر الجديدة وفي حي غرب اللي هو ماسك وسط البلد والزمالك وهكذا. فبس عايز أوضح إن الفرق إن هو المحافظات تعتبر محليات، بينما الهيئات المجتمعات العمرانية الجديدة دي هي actually kind of مركزية شوية في تركيبها، صح؟ اللي هي يعني لحد ما تتبع التمويل المركزي يعني، اوكي تمام. بس ده برضو مش السبب الوحيد، او يعني في الاخر دي يعني قرأنا لما اشتغلنا على البحث عن الموضوع ده ان ده سبب منهم. السبب تاني انه كتير من الاجهزة الحكومية بتشوف المدن الجديدة فيها مساحة اوسع، وفكرة انه انا باخد من مساحة الشارع دي ممكن حاجة تضر المرور، دي حاجة كتير من الجهات الحكومية بتتكلم عنها، بالذات إدارة المرور جوه المحافظات مثلا يعني. تمام. وبقى طبعا يعني في كلام كتير بيتقال في النقاشات دي يا جماعة انه مش ده اللي بيحصل، مش توسعة الشارع للعربيات هي اللي هتسهل السيولة المرورية بسبب نظرية الطلب المستحث، وإن أنت لما بتوفر لناس إنها تركب دراجات بتقلل عدد الناس اللي ممكن تركب عربيات وتزحم الشارع زيادة، فده سبب تاني. سبب تالت برضو ليه علاقة بإنه المشاريع البنية التحتية دي بتتشاف إنها إيه، يعني غرضها إيه، إنه مش كل المشاريع بلا نفس الغرض، يعني في مشاريع بتبقى مبنية بغرض المواصلات، وفي بغرض الترفيه أو بغرض الرياضة أو بغرض إنه يبقى موجود الخيار ده، ودي حاجة برضو بتخلي مشاريع كتير تتعمل إنه إحنا عايزين ده، يعني بقى إحنا المدينة بتاعتنا أو حتى الكومباوند بتاعنا، انه في كومباوندز برضو كتير بتعمل ده بتمويل منها مش من الحكومة، مفهوم طبعا. اه يبقى عندنا كل الاختيارات بغض النظر ده يعني بيبقى بيوصل لفين او بيخدم المواصلات ازاي، وده بيبان حتى في الاعلانات بتاعت المجتمعات زي الكومباوندز، انه كتير بيبقوا حاطين صورة عجلة وزرع وعصافير وكده، وده جزء من الصورة. يعني هما بيستغلوا انه في طلب شعبي ما موجود عند الناس ان هما عايزين اماكن يعرفوا يركبوا فيها عجل بامان كسياسة تسويق، يعني بالنسبة للكومباوندز. يعني ده اللي انا فهمته من اللي انت يعني من ناحية كده، وده برضو بيطرح سؤال الطلب ده، هو طلب على استخدام العجل كفسحة ولا كمواصلة، لأنه طبعا لما أنا في مدينة جديدة والمسافات بعيدة كنا أركبها كمواصلة بيبقى أصعب بكتير، والطلب إن أنا بستخدم العجل كفسحة برضو موجود يعني. بس بالناحية التانية هي فكرة الرفاهية، إن أنا عندي كل حاجة موجودة، دي برضو فكرة تسويقية، اللي هو انا حتى لو انت مش عايز ده، حتى لو انا مش جاي للطلب ده، انا بقول لك انا عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا. اوكي تمام. طيب انا عايز ارجع للنقطه اللي انت كنت ذكرتها، ودي نقطه مهمه جدا، انا يعني كويس ان انت ذكرتها في القصه دي، هي موضوع انه ازاي لما حتى بيعملوا حارات عجل دايما التفكير انه احنا مش عايزين ناخد من الحارات المروريه المخصصه للمركبات الخاصه او السيارات، يعني احنا نعمل حارات عجل تمام ونعملها في المدن الجديده عشان في مساحه، بس نفكر 100 مرة قبل ما نعملها جوه المدن القائمة عشان خاطر مش عايزين نشيل من مساحة العربيات. هل قدرت ان انت في اي مرة في اي لحظة من المحطات لما كان في مشاريع عجل وانت كنت مشارك فيها بشكل ما، انك تعرف تقنع المسؤولين بعكس الكلام ده او تحاول توريهم ايفيدنس انه الكلام ده مش صحيح؟ هل في امكانية انه يحصل تغيير في العقلية، او انت شايف ان دي حاجة يعني موجودة في صلب المجتمع نفسه والتغيير التفكير ده محتاج وقت اطول؟ لا، المثالين اللي كان الموضوع ده واضح فيهم وكان فيهم حوار كتير، المثال بتاع حارات العجل اللي UNDP عملوها في مدينة شبين الكوم وفي الفيوم، والمثال
بتاع حارات العجل اللي بيعمل لها اليون هابيتات في وسط البلد في القاهرة. لأنه في الحالتين يعني مع الكلام مع المؤسستين اللي هم كانوا شغالين على المشاريع دي، كانوا بيتكلموا إنه في الكلام من خلال الكلام مع المحافظة ومع المرور كان دايما بيبقى ده المنطق اللي بيتقال، ودي كانت حاجة خدت منهم نقاش كتير، وكان في وسائل مختلفة جربوها علشان تزق النقاش ده قدام، من ضمنها إنه يتعمل حارات مؤقتة وتجربة، ودي كانت حاجة اتعملت في وسط البلد، من ضمنها إن يبقى فيه الدراسات المرورية بشكل ما فيها نماذج محاكاة وهكذا، وده طبعا بيبقى محتاج مجهود ومؤسسة كبيرة يعني عشان تشتغل عليه. لكن في نفس الوقت من الناحية التانية برضو ساعات ده بيؤدي لتنازلات، بمعنى انه في مثلا في حالة شبين كان النقاش على احنا نحط حواجز قد ايه مرتبط برضو بنفس النقاش انا بوسع الشارع ولا بضيق، وكان حاجة في بال المرور مثلا انه لما اعمل حواجز مش قوية ده هيخلي انه ممكن العربية تركن لو عايزة بشكل مؤقت وهكذا، فده كان جزء من يعني الحوار. الموضوع كان متعمد أكتر منه إن هم يكون الحواجز قليلة. ده كان المنطق بتاع الموضوع انه ان احنا نعمل حواجز معروف ان دي حارة عجل، في نفس الوقت كان برضو اليون دي بي قالت طيب يبقى في الحالة دي لازم يبقى الركنة دي مش مدة طويلة، تبقى مدة قصيرة، يبقى الشارع ده ممنوع فيه الركنة، ولو زي ما المرور عايز ان يبقى فيه ركنة تبقى دي حاجة مؤقتة. لكن اللي حصل انه تاني يوم او يعني مش تاني يوم، بعد فترة قصيرة من المشروع ده لما اتعمل العربيات بقت بتركن، انه سهل ان انا اعدي، لو هو حاجز صغير مش مفهوش مش صعوبة كبيرة للعربيات سهل ان انا اركن فيها، وفي نفس الوقت منع الركنة ما اتطبقش، فده ادى انه طب يعني معظم الحارات في شبين والفيوم بقت يعني بعدها على طول بقت تركن فيها العربيات والعجل مبقاش يعرف يركن فيها. سؤال، يعني هو كان متهيألي المساحة اللي كانت بتاعت العجل أو نفس يعني عرض الحارة نفسها كانت تقريبا متر أو أقل من متر حتى، أصغر شوية من عرض العربية. أصغر شوية على العربية. طب هو كان إيه المشكلة إنه يبقى الحاجز يعني أعلى شوية والعربية تركن جنب الحارة؟ يعني ما هو ده موجود في أوروبا برضه الكلام ده. صح، الركنة في نفس الوقت إن أنت بتحمي العجل تحمي حارة العجلة بالظبط بالظبط. كده. طبعا برضو في نقاش عن الموضوع ده من الناحية التانية، طب انت دلوقتي هي نفس الفكرة، انت برضو ايه هو التنازل ده كان غرضه ان انت ما تقللش من مساحة الشارع للمرور، ده كان المنطق اللي وراه يعني، فانت معرفتش تقنع المنطق ده، فبالتالي حصل التنازل ده. وانت دلوقتي قدامك خيار، انت اول ما العربية ركنت في حارة العجل خلاص مفيش عجل هيركب فيها، فانت خسرت المشروع، فعندك خيارات تمنع الركنة، ممكن مش عارف تمنع الركنة لأنه صعب في الشوارع دي، خلاص يبقى شوف طريقة تانية، حواجز تعمل ركنات بديلة، يبقى في نوع من النقاش يعني على الحلول للموضوع ده. تمام. ودي كان حاجة برضو أكيد ناس كتير بتستخدم عجل اتكلمنا معاهم في شبين كانوا بيتكلموا عن إنه مشروع حلو، والمدينة فيها عدد مش قليل من الناس بتركب عجل يعني أكتر من أماكن كتيرة في القاهرة، وناس كتيرة عندها عجل وتقدر إنها تستخدمه كمواصلة بسهولة، وحاسين بالخطر برضو من إن هو كتير من الناس كانت بتتكلم أنا دلوقتي الحارات دي بالنسبة لي حاجة كويسة، بدل ما أنا كل ما عربية اتحضن ببقى خايف العربية تخبطني أو حاجة زي كده، تمام. فالنقاش كان أكيد هيجيب حلول يعني. اوكي، بخصوص ال انت كويس ان انت ذكرت مستخدمي العجل. احنا السؤال اللي كنت عايز اساله لك، كنت انت برضه ذكرت الكلام ده اوريدي ليا قبل اللقاء، هل عندك ارقام لمستخدمي العجل في مصر واماكنهم؟ وطبعا الموضوع ده الأرقام بتساعد كتير إن احنا نبقى عارفين، يعني الأرقام بتدي دلالات كتير، بتدي دلالات على الأماكن المحتاجة وبرضو على الأماكن الأسهل للناس إنها تركب فيها العجل، ويدينا دلالات برضو على الشوارع الأصعب للناس تركب فيها العجل والمناطق المدن الأصعب وهكذا.
واحنا طبعا احنا جربنا ان احنا نعد بنفسنا وطلعنا ارقام فرأينا ان هي مفيده بتدي دلالات، وكل ما الارقام دي تزيد في اوقات اكتر خلال السنه في خلال اليوم في المدن طبعا بتدينا معلومات زياده يعني. بس بشكل اساسي انه كان من اكتر المدن اللي شفنا فيها عدد العجل كانت اسيوط وسوهاج في الصعيد. في الصعيد، اوكي. من أكتر مدينتين شفنا فيهم في الشارع عدد من العجل بيعدي، وكمان كنسبة من المركبات اللي ماشية في الشارع يعني. ده نظرا لانه العجل طبعا رخيص ومتوفر والمدن صغيره، تقريبا الناس بتتحرك بسهوله من مكان لمكان بالعجله. يعني أكيد إنه في كذا عامل بيأثر، زي إنه حجم المدينة وفي نفس الوقت رخص العجل، مع ان في نفس الوقت العاملين دول بيتغيروا، انه في من فترة قريبة اتبنت اسيوط الجديدة اللي هي مش جنب اسيوط، اللي هي على بعد كم كيلو هي؟ يعني فوق 20 كيلو، مش عارف اه بالظبط. صح، صعبة في قاعدة واحدة صعبة ال والفكرة انه طبعا انه اسيوط نفسها الاسعار فيها غالية، بتاعت الشقق ناس كتير مضطرة انها تسكن في اسيوط الجديدة، وفي نفس الوقت مفيش شغل في اسيوط الجديدة، فبقى في فكرة انه في ناس كتير بتسكن في الحتة دي وتشتغل في الحتة دي، فده خلى ناس طبعا متعرفش تستخدم العجل، فيبقى البديل ساعتها الموتوسيكل الصيني اللي هو يعني اقرب حاجة من حيث السعر للعجل، واللي هو برضو لما بدأ ينزل في مصر من كذا سنة قل عدد العجل بكتير في أسيوط وسوهاج، لأنه ما بقاش الفرق كبير بين العجلة والموتوسيكل، فخلاص طب وما فيش اي بايك اللي هو يعني مش منتشر بنفس الدرجة، العجلة الكهربائية يعني. ما شفتهاش بصراحة. وبرضو أنا يعني حسب معرفتي إنه الموتوسيكل أرخص من الإي بايك، فأنا واو، اوكي. وكرسي كبير تعرف كذا حد يقعد عليه، مش واحد بس، فصعب يعني بالظروف اللي موجودة دلوقتي يعني. هل في قطر ما بين أسيوط الجديدة وأسيوط نفسها، ولا هي بعيدة ما فيهاش قطر ولا أي حاجة؟ اللي أعرفه إن هو طريق بس، أو طريق طريقين بس. يعني. أوكي، ده يرجعنا تاني لفكرة إن هو الطرق دي كلها اللي بتعمل. هل مثلا في مشاريع حارات عجل تربط ما بين الضواحي والمدن؟ يعني مثلا أسيوط وأسيوط الجديدة دي فكرة كويسة، مثلا إنه هل مثلا في أي وقت عملوا مثلا حارة موازية للطريق ده، بحيث إنه الناس تعرف يعني حتى لو المسافة بعيدة نوعا ما، ممكن يعني 20 كيلو دي ممكن تاخدها في ساعة ونص مثلا، بس إنك تاخدها حتى لو بالعجل، يعني هل دي حاجة موجودة ولا ما فكروش فيها؟ طبعا هو في حارة عجل معمولة على طرق سريعة، على مثلا طريق المحور بين 6 أكتوبر والشيخ زايد، محور 26 6 أكتوبر، يوليو. اه اتعمل حارة عربات عجل؟ بس مش على الشارع نفسه، انه الجهاز مدينة 6 أكتوبر كان عنده فكرة في الموضوع ده، ان هم عندهم حاجة اسمها مشروع ال 5%، انه بياخدوا حرم الطريق بيتبني عليه، بيتاخد حق انتفاع المستثمر يقدر ان هو يعمل فيه كافيهات، وفي نفس الوقت من المتطلبات اللي الجهاز حاططها انه يبقى فيه مسار مشاة وحارة عجل، فهي طريقة ما انه البنية التحتية تتعمل، وانه فلوس هتيجي من المستثمر مش من الجهاز، تمام. هو بشكل ما يعني اسلوب برضه يعتبر مبتكر في تمويل البنية التحتية. وطبعا بيفرق كتير الحارة دي للمواصلات ولا للترفيه، وبيبان انه انت هتلاقي على طول الحارة متعرجة او ملهاش مداخل مداخل ومخارج، ملهاش اتصالية، بتتقطع في النص، ساعتها تعرف ان اللي كان بيعمل الحارة دي مش في باله المواصلات، الجهاز كان بيحاول قد ما يقدر ان هو يوصل ما بين المستثمرين المختلفين علشان يبقى في نوع من الاتصالية. بس برضه في نفس الوقت في سؤال تاني، اللي هو يعني سواء في أسيوط أو في القاهرة أنت عندك ده طريق سريع ومسافة كبيرة، مهما عملت من بنية تحتية محمية وكويسة، واللي هي مهمة يعني كويس، إن أنت محتاج تحمي كل الناس،
لكن مهما عملت عمر ما العدد هيبقى زي ما يكون في حتة كثيفة زي ما بيحصل في أسيوط نفسها، المسافات فيها أقصر، واللي هي مبنية بمبادئ المدن المتضامة اللي هي بتسهل تخلي المواصلات أسهل يعني، فيها خلط استخدامات، فيها شغل جنب السكن. فطالما عندنا مراكز المدن لغاية دلوقتي، طبعا ده بيقل، بس لغاية دلوقتي فيها عدد مش قليل، فليه ما نخدمش الناس العدد الأكبر يعني؟ تمام، ده يعني النقطة اللي أنت قلتها على موضوع المدن، وإنه يعني المدن بقت بتتسع أكتر وبتزيد في الحجم. ده بيخليني أفكر في النموذج بتاع برلين. يعني برلين فيها برلين كبيرة جدا كمان كمدينة، أكبر من القاهرة أكشلي، فمن ناحية المساحة العرضية. وكان وده من المشكلات، مثلا ان انت لو اتخذت عجله مثلا من كرويتسبرج لغايه شارلوتنبرج الناحيه التانيه، ده هياخد منك وقت طويل جدا. بس برلين بتسمح ان الناس تركب المترو او الاس بان بالعجله، وحتى في تخفيضات بشكل معين، ان انت ممكن في اوقات معينه تخش بالعجله ببلاش لو انت معاك تذكره او هكذا يعني. وكنت بفكر في الموضوع ده، انه ليه احنا يعني، هل حصل أي محاولات إنه يكون في مثلا أول عربة في المترو، أو عربة من القطار الإقليمي، أو أي قطار في أي حتة يكون مخصصة لبتوع العجل حتى لو هياخد تذكرة على العجلة؟ وهل في أمل إن حاجة كده تحصل في مصر؟ وأنت إيه رأيك في القصة دي عموما يعني؟ طيب هنبدأ كذا واحدة واحدة بالأسئلة، كذا سؤال اللي أنت قلتها. هل أوكي، معلش إنه أنا آسف يعني. هل متاح في المترو أو القطر إنه العجل يبقى موجود في حد علم المترو مش مسموح إن أنت تدخله بالعجلة؟ ده سمعته اكتر كده. القطر مفيش قاعدة واضحة، فاللي بيحصل إن أنت ممكن بتدخل العجلة كطرد، تدفع عليها تذكرة. كطرد يعني، كشحن، مش كمستخدم للنقل يعني. بتبقى ليها تذكرة يعني منفصلة، يعني كأنك جايب شنطة كبيرة أو حاجة يعني، مش بتحطها يعني، صعب إنها بتتحط في الدولاب بتاع الشنط ده، فغالبا لو أنت عملت كده بتحطها جنب الدولاب جنب الباب هكذا. بس الموضوع ده بيتم بشكل مش عشوائي. ملهاش قاعدة يعني، لا فيش قاعدة اللي بتقول آه ولا لأ، فبالتالي ما يعني حاجة بتتم دلوقتي لو تمت مثلا بشكل كبير أكيد هيبقى ليها قاعدة، وطبعا هيبقى فيه كلام تاني ده هيتم ازاي وهكذا. النقطة التانية اللي قلتها، كان عندك نقطة تانية قبل؟ النقطة التانية، إنه هل أنت إيه رأيك في الموضوع ده بشكل عام؟ إنه هل دي ممكن تبقى حل يعني، مثلا في موضوع أسيوط مثلا، لو اتعمل مترو أو حتى أتوبيس مفصلي مثلا، واتعمل مكان في الأتوبيس ده مش إنك تشحنها كشحنة أو كطرد، لكن يعني أنت شفت أكيد القطارات في ألمانيا عاملة إزاي، إن أنت بتطلع بالعجلة في مكان بتحط فيه العجل، ويبقى ليها أولوية لأنه دي عربية العجل، بتبقى حتى واقف، انت واقف مع العجلة يعني، انت مش بتسيبها لوحدها كده، مش بالشحن يعني. فانت ايه رأيك في، هل ده حل للأزمة دي ولا لا؟ كرأيي انه هو حاجة مهمة، بس مش شايف ان هو الحل الوحيد للأزمة. اوكي، انه انت عارف برلين اكتر مني اكيد، بس انا فكرتي انه ماشي الاحياء بعيدة عن بعض، بس الاحياء فيها خلط استخدامات، سواء كروسبورج او شارلوتنبورج انت تعرف تسكن وتشتغل قريب من بعض، او وفي نفس الوقت في كثافة اكتر من المدن الجديدة اللي بتتعمل في مصر، اللي هي بتبقى بيوت صغيرة وجنبها مساحة واسعة وهكذا. فهل يعني برلين فيها نسبة ناس بتستخدم عجل مش قليلة، هل بسبب بس ان موضوع الانترموداليتي وانه الربط ما بين وسائل النقل والعجل، ولا كمان علشان بيسمح يعني عندك الاختيارين، يعني عندك اختيار انت تبقى ساكن في حتة وتشتغل في حتة وتمشي ما بينهم، او ان انت تبقى ساكن وتشتغل في نفس الحتة بشكل ما، يعني الموضوع مش صعب، غير ان انت يبقى عندك مدينة للسكن مدينة للشغل ما بينهم 20 كيلو، وده الأوبشن اللي قدامك اوكي زي أسيوط يعني. تمام، اوكي
طبعا احنا الوقت بي　بيقرب على الانتهاء، بس احنا ممكن نعدي على باقي الحاجات اللي احنا كنا عايزين نتكلم عليها، منها مثلا موضوع انماط شبكات العجل. انت كنت اتكلمت عنها بشكل مبسط، بس انت يعني هل في حاجة إضافية في، يعني هل في خصوصا في المدن القائمة أي محاولات إنه يكون في إنه العجل حتى لو مش في الشوارع الرئيسية، حتى في الشوارع الجانبية يكون ليها دور، ولا هو فعلا بس التركيز كومبليتلي على مرور المركبات الخاصة؟ وبعد كده كنت عايز أسألك على موضوع الـ Car Free City Alliances، انت كنت عايز تتكلم عنها بخصوص وصلة وكده، فسؤالين. جميل. السؤال الأول عن محاولات المراكز، اللي حصل لغاية دلوقتي إنه الحركات بتعمل اللي اتعملت، اللي هي محاولات برضو مش كتير، بس اللي اتعمل زي كانت في وسط البلد مثلا يعني. أغلبها في الشوارع الرئيسية، واللي هو برضو يعني منطقه إنه ليه منطق صالح، إنه انت يعني محتاج توفر اقصر مسافة. انت لو قلت لا العجل ده هنحطه في الشارع الجانبي علشان امان ليه، وهتقعد بقى تلف في العجلة كام شارع يمين شمال، يعني مش هيبقى جذاب اصلا. الناس بتستخدم العجلة وكأنك بتعذبه او بتعاقبه، يعني انه هو في نفس الوقت انه ياخد اقصر طريق ما بين نقطتين، دي اسهل حاجة. وبالنسبة للمستخدم العجلة ما تبقاش فيها مجهود كتير، وفي نفس الوقت لو انت عايز تشجع استخدام العجلة تخليه اسهل، سهل على قد ما تقدر يعني. بالظبط. ده السؤال الاول. السؤال التاني على الحملة بتاعت كار فري سيتيز الاينس، وده فعلا احنا كوصلة جزء من اتحاد المدن الخالية من السيارات، واللي هو في مجموعة من الناس اللي بتشتغل في بلاد مختلفة على نفس فكرة دعم التنقل المستدام، دعم بناء مدن مش مستخدم مش معتمدة على السيارات الخاصة، في حوالي 6 بلاد شغالين. وخلال الفترة في البلاد المختلفة دي المجموعات المختلفة تنشر الحملات بتاعتها. احنا الحملة بتاعتنا هتبقى بتتكلم اكتر على الكلام اللي احنا اتكلمنا عنه النهارده ده، ونتائج ايه اللي حصل في مصر في البنية التحتية للعجل. في نفس الوقت بنحاول ان احنا نطلع من ده باتفاق ما بين المجموعات المختلفة في مصر اللي مهتمة بالتنقل بالدراجات، على يا جماعة طيب احنا ايه اللي عايزينه في المستقبل لما نعمل بنية تحتية، ايه الدروس المستفادة، ايه السياسة اللي عايزينها تبقى موجودة. فده هيبقى الفترة اللي جاية من خلال صفحة وصلة هنتكلم عنه زيادة، والبحث التقرير الكامل بتاعه هينزل برضو في آخر الحملة لأي حد عايز يتفرج عليه. تمام، ده عظيم. في حد كمان من الناس اعرفه مثلا معاك في واصلة، ولا هو فريق مكون من ايه بالظبط؟ لو تعرف عمر أبو طالب، اه طبعا. هو بيعمل الماجستير بتاعه دلوقتي في جامعة يو برلين، وهو اشتغل على التنقل بالدراجات. اشتغلنا احنا مع بعض في كذا مشروع، من ضمنه احنا كنا يعني كنا شركاء مؤسسين في مؤسسة تبديل، ودلوقتي احنا بدأنا مؤسسة وصلة مع بعض ونكمل شغل فيها على الموضوع ده. وعمر اشتغل على أبحاث ليها علاقة بالتنقل بالدراجات، سواء من الناحية الاجتماعية أو التصميمية، وكمان على مشاريع لها علاقة بالتدخلات التكتيكية وإزاي إن احنا نعمل حاجات قصيرة لمدة يوم، وفي نفس الوقت بتساهم في إن احنا نفهم أكتر ونساعد ونزق أكتر في البنية تحت الدرجة. تمام، عظيم. شكرا جزيلا على الفرصة دي، هنتكلم مع بعض بخصوص العجل في مصر، وطبعا أنا هشير على الفيديو رابط الصفحة بتاعت وصلة، وكمان لو في أنت أي لو في أي حد حابب يسأل أحمد أكتر، أو حابب إن هو يبعت له أسئلة، أو حتى يعني يشاركوا معاك بأي شيء، أفكار أو أي، حتى في تتابع عضوية أو متطوعين دلوقتي ولا لسه؟ لا بس احنا يعني حابين لكل انواع تواصل التواصل والتحالف.
وعايزين نشتغل، كأن احنا في مجموعات كتيرة أهدافها متشابهة واحنا عايزين نشتغل مع بعض. تمام اوكي. زي ما انت سمعته كده، وهحط بيانات التواصل على الفيديو وكمان في اللينك في الفيديو تحت. شكرا جزيلا، شكرا، واتمنى لك مساء سعيد يعني. وانت كمان.